ساعة والمغرب الساعة 6 إلا ربع. ابتعد عن هنا قليلا. أو الساعة وربع بالظبط. لا هو شيخ المغرب بعد ساعة. أنت من نفر شرب واللي خلاص ما تقولش حاجة ثانية. خلاص ماشي. كده رحمة. أنت عم تقول لي إيه حد؟ يا حسام. أيوه شيخ محمد. إيه اللي معاك ده؟ عاوز تحط على الأرض جنبي. مفيش فيه. شيخ أحمد. ماشي. كده هحطها فين في راسك؟ انا معرفة الأولياء كمعرفة الأنبياء
وكلما زاد الإنسان في القرب من الله تعالى أو زاد في الدرجة كلما زادت إيه معرفته. وقل رب إيه زدني علما. وبعدين في آية في سورة الزاريات وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. لو فسرناها بالعبادة اللي هي معروفة دي القيام يعني بخدمة الجوارح والأعضاء البدن وعبادة القلب، إذا كيف نعبد من لا نعرف أن له وجود أو ليس له وجود، ومن لا ومن لا نعرف صفاته. أيضا العبادة ملازمة ليه للمعرفة. وابن عباس رضي الله عنهما هو حبر الأمة فسرها قال إلا ليعرفون، يعني الله تعالى يعرف. ليه؟ قالوا لأنه تعلقت به الرؤية، وهو سبحانه وتعالى مرئي، وجائز رؤية الإله بالأبصار بلا كيف وإيه ولا، فكما أنه يرى فهو كذلك إيه يعرف، يعني تعلقت به الرؤية فكذلك تتعلق به الإيه المعرفة. يعني لماذا يرى سبحانه وتعالى؟ إيه اللي صحح الرؤية عند أهل السنة؟ الوجود، يعني يرى لأنه موجود، لأن ما من شأنه أن يكون موجودا من شأنه أن يرى. قد يكون هناك حجاب حجبنا عن الرؤية لكنه إيه يرى، لأنه إيه إذا كان معدوما فالمعدوم لا يرى. فلو نفينا الرؤية يجب أن نساوي الموجود بالإيه بالمعدوم. الذي صحح الرؤية ليس الجهة وليس المكان وليس حاشا أو تنزه سبحانه وتعالى عن هذا، ولكن الذي صحح الرؤية هو الإيه الوجود. لأنه لو قلت لك المعدوم لماذا لا يرى فتقول لأنه معدوم. إذا هناك مانع من الرؤية، هناك مثلا ضعف البشرية، هناك أمور لا نستطيع، بدليل أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولو كانت مستحيلة لما إيه يجهل نبي من أولي العزم من الرسل ما هو مستحيل إيه بالنسبة لله تعالى، فطلب الرؤية دليل على أنها إيه ممكنة وليس على أنها إيه مستحيلة. ولذلك فسر سيدنا ابن عباس ليعبدون يعني ليعرفون. لكن ربما كانت معرفة بعض الناس بالنسبة لله تعالى جهلا بالنسبة لمن هو أعلى منه، وهكذا. إذا الأمر نسبي، كلما زاد الإنسان في المنزلة والمكانة كلما زاد في المعرفة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الناس وأكثر الناس معرفة بالله، إني لأعرفكم إيه بالله وأتقاكم له وأخشاكم له. ولذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويسمى أهل التصوف يقول لك العارف بالله، يعني العارف لمقام الإيه الألوهية ولجلالها، الخاشع زي ما فسرناه في الإيه القائم، ليس الممتثل فقط بالأمر والنهي. ولذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده إيه؟ يعني العلماء هم أشد الناس خشية. ليه؟ لأنهم أكثر الناس معرفة بالله سبحانه وتعالى. فالذي يعرف الشيء حق المعرفة يقدر حق إيه حق قدره. وفي وما في السماء من موضع ولا موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد، كما جاء في الأحاديث الكثيرة المستفيضة. فيقولون جميعا سبحانك، إذا نفخ في الصور أو قامت الساعة، سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف، ولا وصفناك حق وصفك، ولا شكرناك حق شكرك. لأننا نفعل بقدر ما في وسعنا أو ما في طاقتنا، فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى إذا معرفة بعض الناس بالنسبة لمن هو أعلى منه كأنها جهل. فلا يصح العلم بالله تعالى من كل وجه ولا الجهل به من كل وجه. فتجد مثلا أشد الناس كفرا لا يجهل الله تعالى جهلا مطلقا، يعني عنده نصيب من المعرفة. لأنه أي إنسان مهما بلغ كفره وعناده لكن في عنده اعتراف، عنده شيء من الإقرار بوجود الله أو ببعض صفاته. أما الناس كفروا أو أشركوا ليه؟ يا إما أنكروا واجب أو أثبتوا مستحيل
او اثبتوا مستحيل عن شريك لله او انكروا المعجزات او انكروا النبوات، فمش معناها الكفر يعني عدم الاعتراف بالله سبحانه وتعالى. يبقى اما هو معترف بوجود الله لكن بيثبت معه شريك، كافر ولا مش كافر، او انكر واجب لله تعالى زي العلم او زي القدرة، كفر ضلال، او اثبت مستحيل، او انكر شيء يتعلق بالنبوات. فليس معنى الكفر يعني فقط انكار وجود الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا احنا قلنا كده لا يصح العلم بالله من كل وجه، من ده معناه احاطة، وقال الله تعالى ولا يحيطون به ايه علما، ولا الجهل به من كل وجه، لانه حتى فيه شيئا من المعرفة الفطرية، يعني ما يجهل اي انسان مهما كان بدائيا الحق تعالى من جميع الوجوه، يعني حاجة كده ما سمعش بيها ولا عندوش معلومة، مش ممكن، يعني ممكن توجد جماعة من غير ثقافة من غير حضارة من غير اي شيء، لكن لا يوجد جماعة من غير دين، وكلمة دين دي قاسم مشترك بين جميع الأديان، فيها حاجة ايه اللي هي اللي يربط الأديان كلها ببعض اللي هي الألوهية، لكن ده بيعذب ده بيثلث ده بيربع ده عند الباب مفتوح ده بيوحد، الاختلاف كله حول القضية دي الباب مفتوح واضح كده؟ ولا يخرج الإنسان عن الجهل بالحق سبحانه وتعالى مهما بلغ علمه إلا إن عرف الحق كما يعلم الحق سبحانه وتعالى نفسه من غير نقص، وهذا محال، يعني لا يصل إلى العلم الكامل أو إلى المعرفة الكاملة أحد، زي باب الزيادة مفتوح حتى النبي صلى الله عليه وسلم كله ما فيش، يعني النبي قال أنا أعرفكم بالله يعني أكثر بالنسبة لنا طبعا، لكن المعرفة الكاملة دي لا يعرف الله تعالى على الحقيقة إلا الله. لكن لا يذكر إيه المثال بالنبي صلى الله عليه وسلم أدبا، أيوة. ما نقول حتى يعني خلينا كده نعرف يعني والدليل على وجوب المعرفة قلنا اختلف إما العقل إما إيه الشرع، وأيضا في دليل عقلي إن المعرفة تجب به، لأن المعرفة من الأمور التي تصل إليها العقول، يعني ممكن العقول توصلنا، يعني الإنسان إذا تأمل أو فكر يعرف أن له خالقا وأنه لم يوجد نفسه وأن العالم هذا متغير وأن التغير هو إيه سمة أو علامة الإيه الحدوث. كذلك في أمور يعني تقهر الإنسان، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، فالإنسان إذا ذهل أو دهاه أمر أو يعني أتاه مكروه أو ضاقت به الأسباب أو يعني أغلقت الدنيا في وجهه، فعندئذ إلى من يلجأ لما يعني تغلق جميع المسالك في وجهه، فتجد أنه يخلو بنفسه أو يتطلع أو يتأله شيء، يعني يتولى يعني متعلق بحاجة كده، حتى وإن كان جاهلا جهلا يعني مطلقا تجد يستند إلى من يتأله إليه ومن يفزع إليه ويلجأ إليه في كشف كربه وما نزل به من الكرب والأمر العظيم. في قصة مشهورة سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه، كان رجل ينكر إيه الصانع وجود الله سبحانه وتعالى، قال له هل ركبت البحر؟ قال نعم، وانكسرت بنا السفينة وتعلق الناس بالخشب والأمواج وفي لجة ومخاضة الماء الشديد، ثم إيه انفلت إيه ما يتعلق به من خشب من يده وأصبح يتلاطم مع الأمواج، فقال له هل أيقنت الهلاك أم كنت ترجو النجاة؟ قال كنت أرجو النجاة. قال في من أنت ترجو من؟ يعني الخلق لا يسمعونك ولا يرونك، يبقى أنت في شيء في قرارة نفسك أنت متعلق به ترجو اللي هو إله اللي هو اللي خلقك، ألا يعلم من خلق وهو إيه؟ الجماعة كده الإنسان حتى كلمة الكفر تدل على وجود الله مش على إنكاره، لأن الكفر في اللغة معناها التستر. أيوة. هو لو ما فيش إله أصلا هو حيستر إيه أو حيغطي إيه أو حيداري إيه أو حيخفي إيه، يعني في شيء يريد أن يخفيه،
وطالما هناك ما يريد أن يخفيه يعني هذا الشيء له إيه؟ موجود. له وجود. ولذلك يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ممكن بعض الأمور في الكفر تغفر، كفر دون كفر، لكن في الشرك لا، الشريك ما يغفروش، لأن المغفرة في اللغة معناها إيه؟ الستر، والشريك عدم، لا وجود له، فكيف يستر الشيء لا وجود له؟ عشان يعني شوف كلمة ما غفرش الشريك لأنه مش موجود، والمغفرة معناها إيه؟ يستر الشيء، وهذا عدم، فلا يستر إيه؟ العدم، يعني الشريك ده إيه؟ مستحيل، فلا تتعلق به المغفرة، تتعلق بأمر إيه؟ موجود. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمران بن خطيب، ايش قال له شيخ الرجل جعفر؟ ما خلاص قال له ايه افحم لما قال له يعني انت ترجو النجاة فيمن وقد انقطعت اسباب الخلق، فسكت فلم يستطع ان ينطق، فعرف انه هو معترف في نفسه، ولكنه كما يقول تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. هناك تكذيب وهناك جحود، الجحود غير التكذيب. قال تعالى فإنهم إيه؟ لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذا معناه هو يعني في الجحود يعني معناها مقر أو معترف بينه وبين نفسه، هذا معنى إيه؟ بخلاف التكذيب إنكار عام، يعني يشمل اللي هو معترف ويشمل غير من هو غير معترف، إنما الجحود معناه في شيء إيه؟ في داخله يريد أن يخفيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمران بن حسين بيقول له ايه، كان في الجاهلية يعبد 10 آلهة، مش آلهة، 10. قال كم لك يا عمران؟ قال 10 آلهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لغمك وكربك والامر العظيم اذا نزل بك واذا دهاك. قال الله كده على ما يستطيعش يقول كده غير كده، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. قال تعالى فلما راوا باسنا عند الشده نسوا الحي، قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. يعني لانه وقت الشده خلاص يعني مش معقول هياخدع نفسه، يعني في هذه الحاله لابد من الايه؟ من الاعتراف بالحقيقه. قال له كم ليك إله؟ قال له 10. مين اللي هو تفزع إليه عند الشدة وعند الأمر؟ ما هو لو راح له هو يعلم في قرارة نفسه أنها لا تملك له شيء، فيلجأ مباشرة إلى الإيه؟ إلى الإله الحق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن لغمك وكربك والأمر العظيم إذا نزل بك؟ فقال الله. فقال له يا ابن حسين ما لك من إله إلا الله، فأسلم على الفور. قال يعني هو ذا الإله، ذا الباقي لابنك، لماذا تعبده ولماذا تلجأ إليه؟ إذا كان لا يملك لك شيء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هو لماذا لا يستجيب؟ لأنه لا يسمع، على فرض أنه يسمع ولو سمعوا ليه؟ لأنه عاجز. يبقى لا يكفي في الإله أن يسمع، لازم فيه قدرة، لازم فيه حياة، لازم فيه إرادة، لازم فيه علم. إنما ذا يعني إن ملك واحدة مش هيملك ليه الثانية. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولذلك الأمثلة اللي ذكرناها الآن دي بعضهم من أجلها قال المعرفة ضرورية، يعني مش يحتاج إلى نظر، ده ضروري، يعني بحسب إيه ما فطر الله سبحانه وتعالى عليها إيه الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. موضوع الفطرة تكلمنا فيه قبل ذلك. كثير من العلماء فسر الفطرة مباشرة كده في حديث صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة، فسرها إيه النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا أبو هريرة بأنها الإسلام، وقال مؤيدا أو مؤكدا الراوي اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم.
لقينا مفسرة بأنها ليه الإسلام، لكن حيحدث إيه إشكالات على هذا التفسير. فإما أبواه يوم يعني عندك إيه ما جاء ده بعدين، يعني أنا هو بأصل خلقته مسلم، لكن التغيير يحدث في إيه في انقلابه إلى ملة أخرى بحسب ما يصنع له الأبوان، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو أمجسانه. والأكمل أن يصلح إلى أن وصلنا إلى هذه الآية. الإشكال اللي حيحدث إذا قرأت في آيات أخرى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، معناها ما فيش لا إسلام ولا إيمان، والإسلام معروف اللي هو إيه النطق بالشهادتين، الإقرار بالأركان الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله، معروف الإسلام. فكيف يولد المولود عليه وهو لا يعلم من هذا الأمر شيئا؟ ده حتى ايه لا يعلم التفصيل طبعا، ولا التفصيل ولا غيره، يعني نازل كده صفحة بيضاء بدليل ما يلقى فيه فيتأثر به ويتعلق به. فبعضهم قال يعني لو ترك هكذا فاسترع ان معناها ايه ليس الإسلام بمعنى اللي احنا عارفينه ده، ولكنه يولد مهيأ لقبوله اذا لم تتدخل مؤثرات خارجية. وبعضهم قال الفطرة هي العلم، يعني ما علم الله تعالى من امره، يعني من سبقت له الحسنى او من سبقت له الشغالة حسب ايه يولد على ما في علمه تعالى، بدليل قوله تعالى هو الذي خلقكم، والفاء هنا ايه بالتفريع، فمنكم كافر ومنكم ايه ومنكم مؤمن، يعني كل مولود يولد على ما ايه سبق في علم الله تعالى. وبعضهم فسر الايه الفطرة بانها الاستعداد، يعني يولد مستعد كده لايه لاحد الامرين لاما لغيره. وصلت الايه الاقوال فيها يمكن 6 أو 7 اقوال تراجعهم في ايه شرح ابن حجر في ايه فتح الباري على الايه على هذا الحديث. فتجد هنا هل تفسيرها بالاسلام هل يتعارض مع ما قلناه، لانه لا بد ان نعرف ان المراد بالاسلام هنا ليس الاسلام بالمعنى الاصطلاحي اللي هو ان تشهد ان لا اله الا الله، لانه لا يولد احد على هذا ولا يعرف حتى الكلام اصلا ولا اللغه ولا غيره عشان يعرف ما هو الاسلام. انما المراد بالاسلام هنا هو الميثاق الذي اخذه الله سبحانه وتعالى المشار اليه في سوره الاعراف، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا، يعني الاقرار بالتوحيد مفتاح الاسلام هو ايه اشهد ان لا اله الا الله، فاقروا جميعا الست بربكم قالوا ايه قالوا بلى. فكل مولود يولد على هذا الاقرار، يعني على هذا التوحيد، لان الله تعالى اخذه ايه في عالم ثاني في عالم الذر قبل ان تدخل النطق في الاجساد والابدان، يعني قبل ايه من ظهور اشهدهم على انفسهم. فكل مولود ده الميثاق بيسموه الميثاق الاول، لكن كل واحد فينا عندما يبلغ سن التكليف لازم يجدد الميثاق، هذا الميثاق الثاني اللي هو بعد البلوغ يصبح مسؤول بنفسه، يقول من ايام الست ربي يعني ايام زمان. فمن مات قبل البلوغ نفعه الميثاق الاول، حتى اطفال المشركين خلاص ايوه تمام. اما من مات بعد البلوغ، اما من يعني ادرك البلوغ لا ينفعه الميثاق الاول، بل لا بد من الاقرار بالميثاق الايه الثاني. لابد ما اصبح مكلف خلاص. اذا هنا معنى الاسلام، يعني معناها الاقرار الذي اخذه الله، الاسلام يعني الانقياد والاقرار وليس الاسلام بالمعنى، هنا يزول اليه الاشكال من اساسه. اذا ليس الاسلام زي ما نفهم مفيش حد ينزل يعرف الصلاه ولا اركان الدين ولا الحج ولا غيره، انما يولد على ايه على هذا الاقرار على الفطره التي فطرها الله تعالى، ذلك الدين القيم، بدليل ان الشياطين هي التي اشتالت الناس وافسدتهم وحولتهم ايه عن الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى له. اذا عندك الميثاق الاول والثاني، اللي عدى قبل البلوغ يروح على الايه على الميثاق الاول، اما اللي يدرك البلوغ لا ينفعه الاقرار بالميثاق الاول بل لا بد من الميثاق الايه الثاني. فلو جاء عند الميثاق الثاني وكفر يبقى اتلغى الايه
الميثاق الاولاني، يبقى الميثاق الاول يظل هكذا حتى يحدث يا اما تأييد بالميثاق الثاني او الغائه له، ان تقول يوم القيامه انا كنا هذا غافلين، او تقول او يقول برضو انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. لاجل هذا البعض قال انه المعرفه دي ضروريه مش نظريه، يعني مش عاوزين استدلال، يعني كل واحد انتم كانكم يا علماء ويا متكلمين ويا شراح ويا مدرسين كانكم بتحصلوا حاصل، ما هو ما فيش حد مش عارف، كل واحد عنده نصيب من المعرفه، وانت الان بتقول معرفه ايه نسبيه، ايه الداعي لاقامه الادله وايجاب النظر ووجوب المعرفه وهي ايه حاصله؟ هذا الايه السؤال المهم. طبعا انت لما تيجي تقرا في ايات القران الكريم تجد ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام هل جاءوا ليعرفونا بالصانع ام لتوحيد الصانع؟ التوحيد. كل الايات بتدور المعرفه الاساسيه بين الكفار هي التوحيد. المشكله الاساسيه التي بعث الانبياء من اجلها هي ايه؟ الحقيقه الكبرى اللي هي ايه؟ لا اله الا الله، توحيد الله سبحانه وتعالى. انما الاقرار بوجوده وتعريف الناس به كل واحد زي ما قلنا مهما اشتد جهله عنده ايه؟ نصيب، يعني ما فيش حد يجهل من كل وجه كما ذكرنا. يبقى إذن عامة الناس في جميع الأقطار دعت أنفسهم إلى الاعتراف بأن لهم خالقا من غير معلم ومن غير إثبات حجة، لا حد علمهم ولا حد أقام لهم حجة، سواء من الأتراك أو من العرب أو من العجم، أهل البوادي، أقاصي الهند، الصين، الجزائر، كله الذين لم يبلغهم داع إلى الإسلام ولا إلى الشرك، يعني مش حاجة بلغتهم. لكن تجد ايضا لا يجهلون الخالق سبحانه وتعالى جهلا تاما، فانهم استغنوا بشهادة انفسهم لكثرة ما وجدوه، يعني احيانا واحد فيهم يكون في اشد في حالة شديدة من الكفر والعناد، ومع ذلك يعتريه امر او كرب عظيم فيدعو الله تعالى فيستجيب له عند حالة الاضطرار، اما يجيب المضطر اذا ايه دعاه، من اللي بيفرج عنهم الكروب والشدائد والكوارث والمجاعات؟ الله سبحانه وتعالى، بعد ان قنطوا من السلامة، وربما يعني جربوا بعض الناس الرؤى الصادقة يرى رؤيا ولم يحدث بها احد فتحدث وتتحقق، ده يدل على انه ايه في مدبر او في يعني امر رآه في منامه فحدث له. كذلك الفعل الحسن يتخلص مثلا من شدائد صعبة جدا جدا في مواضع لا ناصر له فيها من الخلق، وتحدث مثلا في الكون نوادر وعجائب شاهدها الناس في أنفسهم وأيضا في الآفاق، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. معنى كده زي ما قلت لكم الأمر إيه؟ لا شك في شيء من الامر الضروري فيه في هذا الجانب، وانما اشرك الخلق او كفروا بعد الاعتراف بالموجود لما اعتقدوا معه الايه الشركاء او الوسطاء او نفوا واجب من صفات الحق سبحانه وتعالى او اثبتوا ايه مستحيل او انكروا شيء يتعلق بالنبوات. فان قيل هذا السؤال اللي احنا سالناه الان ونريد الاجابه عليه، فلأي شيء سلك العلماء طريق الاستدلال؟ ده السؤال. إذا كان أمر يعني يشبه أن يكون ضروريا، والضرور احنا عرفناه ما لا يحتاج إلى نظر أو استدلال، هذا إيه قطعا للأطماع التي تشرئب إلى ذلك كالاستدلال بإمكان الممكنات على مرجح، يعني الممكن قلنا يستوي فيه الايه الطرفين، وعاوزين واحد مرجح من خارج الايه الممكن حتى يرجح طرف على ايه على آخر، وإلا فهم يعلمون أي الناس أن ما شهدت به الفطرة أقرب إلى الخلق وأسرع تعقلا، لأن الممكن الخارج والحادث الدال على محدث
هذا موقوف على النظر الصحيح، مش يعني عندنا مقدمة صغرى ومقدمة كبرى وعندنا نتيجة، وهذه داعية ضرورية من النظر. يبقى إذن النظر ده فايدته إيه والأدلة ده فايدتها إيه؟ فايدتها التذكير وقطع الإيه الشكوك التي ممكن أن يدسها الشياطين أو المشككين ورد على المكذبين طبعاً يعني. ما ده موضوع تاني، فايدتها إيه أصلاً قبل الموضوع ده من باب أولى المكذبين. أيوة. لكن تعالى لما يجي القرآن يجيب الأدلة دي يجيبها بإيه بطريق إيه؟ هات كده مثلاً آيات جميلة جداً كده تدبرها كده في سورة النمل، أمن خلق السماوات والأرض ها وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. أمن كده وبعدها إيه؟ أمن ها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها عظيم جدا مش ده استفهام، وبعدين أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هذا استفهام ليس للإيه للاستدلال، ولكنه بيسموه الاستفهام التقريري، يعني كأنه ربنا سبحانه وتعالى بيصحينا من الغفلة. الإنسان بينسى بطبيعته ويكون في غفلة، فإذا ألف الأشياء واعتاد عليها ينسى إيه الأدلة الكامنة في فطرته، فعاوز حد إيه يوقظها ويحركها. أو ده فايدة النظر وإيه والاستدلال، إنه بيصح لمين النائم وينبه مين الغافل، بدليل هذه الاستفهامات التقريرية. كأن الله سبحانه وتعالى لما يقرر عباده، سؤال كده مهم، لما يقرروا على شيء يبقى هذا الشيء لابد أن يكون العبد إيه معترف به، مدام ما ياخذ إقرار عليه أخطر كذا عملت كذا عملت كذا عملت كذا أعطيتك كذا فعلت بك كذا، فدليل على انه اين هذا الاعتراف موجود. ده هو منكر، ده الاعتراف ده فين؟ في فطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، بدليل الاستفهام اللي ذكرناه الان ألست بربكم، ودليل استفهام الرسل كلهم قالت رسلهم أفي الله شك، يا مش بيسألوهم مش عاوزين يعني يجيو يعني مش بيقول لهم يعني في شك ولا ما فيه، ده يريد أن يقولوا لهم لا شيء، يعني استفهام تقريري زي ما قال الله تعالى لنبيه ألم نشرح لك صدرك، هل بيسأل ولا بيقرروا؟ كذلك ألم ترى كيف فعل، ده برضو استفهام إيه؟ تقريري. يبقى إذن الاستدلالات دي عبارة عن إيه؟ تذكير، وعبارة عن قطع الأطماع، وعبارة عن إيه؟ ها؟ تحسين الإنسان من الشبهات التي تطرأ له على عقله. ولذلك دعا القرآن الكريم إلى النظر والاستبصار والتأمل والتفكر عشان يبقى الجانب المركوز في الإنسان، ما ممكن ينساه ممكن يغفل عنه، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فإيه اللي يخلي الإنسان مش في غفلة؟ دعوته إلى التفكر والتأمل وإلى إعمال عشان يصل بهذه الأدلة. لكن الأدلة دي أساسا مش هتوصل شيء هو غريب عنه أو شيء ما يعرفوش، ده شيء مركوز في إيه؟ في فطرته، كما قلنا إنها هي استفهامات تقريرية. يعني معناه معنى كده النظر ليس عبثا وليست المعرفة تحصيل حاصل زي ما بيقولوا، ده يعني أنت نسيت حاجة وأنا بذكرك بها. والناس ده زي شأن إيه؟ شأن الجاهل، مدام يتنسي. ايه الفرق بين الناس والجاهل؟ فهذا ما عندوش معرفة اصلا الجاهل، لكن ده عنده معرفة ونسيها، فاستوى مع مين؟ انت كنت حافظ القرآن ونسيته، وانا ما كنتش حافظ من اصله، ادينا احنا بينا واحد، بس انت يمكن لما لما تذكر تحج عليك انا صح. انا قرأت بحج عليه صح، بس لما يذكر ويرجع الى الحفظ خلاص جزالك المسألة. الكلام ده لو استمر على هذا طه خلاص كده وصلنا هنا. الشيخ بيقول لك لما فرغ من اقسام وصلنا الى المعرفة اخذ في بيان الطريق الموصل الى المعرفة. طبعا الطريق عندك طريقين، طريق الاستدلالات النظرية العقلية الدلائل التي اقام دي للناس كلها للامة، يعني لا يعدم الناس حتى الاعرابي مهما كان لابد انه عنده شيء من الفطرة تقوده الى ايه الى التفكير العقلي في اي شيء، كما قال الاعرابي البعرة تدل على البعير واثر الاقدام، يعني ابتدى بتفكير عقلي. افلا يدل هذا الكون على الايه
واحد كان ذات أبراج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير. الله الله الله. يعني في بعض كده يعني في الآفاق كما قال الله تعالى وفي إيه وفي أنفسهم. كان أحد المنكرين أيام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ودي مسألة داخلة في التجويد يقول له إيه ينكر وجود جحدا طبعا هو. فقال له كيف تنطق الإيه الباء أو الخاء مثلا أي حرف من اللغة. قال الباء دي من الإيه من الشفتين من بين الشفتين باب والخاء ظل من إيه من أدنى الحلق. أدنى الحلق. قال له ما دامت ما فيش إله وأنت بتركب نفسك زي ما أنت عاوز اخرج لنا الخاء من مخرج الباء أو الباء من مخرج خوخ خوخ بالضبط. خلاص كده انت اذا لم تركب نفسك هذا ابو حنيفه غير ما دمت انت بتحق يعني خالق لنفسك اقلب اليمين هات شمال عالم انه ده ايه طبعا. هو مركب يا ايوه مش هو مركب مش مركب. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. يعني ركبت هذا التركيب وأتقنك هذا الإتقان وصنعك هذا الصنع الذي لا شأن ولا دخل لك فيه بحال من الأحوال. إلقى طريق المعرفة. قال يا إما هي الاستدلالات العقلية طاب الملل والنقل ده. قال أنت عارف النقل هو نقل يعني معناها طريق وحي معصوم لكن النقل لما خاطبنا بإيه بالحجة العقلية بو. يعني كل ما في النقل أيضا شواهد عقلية وذلك استنتج علماء الكلام هذه الأدلة وهذه النظريات وهذه القواعد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في طريق ثاني عند الصوفية بيقولوا إيه طريق المعرفة عندهم لا تكون إلا بالسلوك على يد شيخ عارف والتقرب إلى الله تعالى بكثرة الطاعات حتى يكون الحق سبحانه وتعالى سمعه وبصره وجميع أبواه. وهذا في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبد شيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إذا أحببت كنت سمعه وبصره ويده ورجله التي يمشي بها. خليه للسلفية بيخضوا على الظاهرة مش كده. هناك يعني اللي يعرف الأمور بإيه بطريق الدليل العقلي. وهناك يعني شو إيه الفرق بين مثلا النبي والإنسان العادي. أي نبي من الأنبياء ما عندوش مصدر بشري أو اجتهاد الوحي مصدر غيبي بينبأ. أما أنت بتصل بإيه بحسب اجتهادك أو فكرك أو فهمك لكن هذا يوحى إليه كأنه النبوة ذهبت كلها طبعا ولم يبقى إلا الإيه المبشرات الرؤيا يراها الرجل أو الصادق أو الصالح أو ترى له. فإذا من يعرف الأمور بالوسائل التي وضعها الله لا نأخذ بالأسباب. وهناك من يعرف الأمور كلها بالله يعني يعرف الله تعالى بالله. فإذا عرف الإنسان ربه بربه هي دي المعرفة الإيه لا فيها جهل ولا فيها شبهة ولا فيها شك. أيضا يعرفه بقدر استعداده مش هيعطيله المعرفة كلها بقدر الإمكانات. فدي اللي بيسموها المعرفة الإيه الخاصة ويسمى صاحبها إيه العارف بالله. وقالوا إن العبد لن يصل إليها بدون ذلك يعني بدون السلوك على أيدي الإيه المشايخ المرشدين المربين. قال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له إيه وليا مرشدا. قالوا لن يصل إليها العبد بدون ذلك ولو كان على عبادة الثقلين. الله الله. يعني يصل بالأدلة النظرية إلى ما يصل إليه أي إنسان وكل من يعمل عقل وفكره حيصل إلى ما وصل إليه. أما هذا عبارة عن إيه فضل من الله تعالى يعطيه إيه لمن يشاء بسبب الاجتهاد في العبادة أو السلوك أو صحبة مين الصالحين كما وجد في كتب القول. يبقى إذن سؤال ثاني هل يصح لأحد أن يعرف الله تعالى من كل طريق للخلق إليها سبيل
ممكن يعرف من طريق المتكلمين ومن طريق الكشف ومن طريق مثلا الفلاح، يعني يجمع الطرق دي كلها ويصبح عارف من جميع الايه السبل. ولا كل انسان ربنا سبحانه وتعالى خاص بايه بطريق او بسبيل، ان الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني هي في سبل كلها توصل الى ايه الى طريق واحد. قالوا نعم بكل طريق من طرق المعتقدات الإسلامية. ممكن إذ ما من شيء إلا والحق سبحانه وتعالى ممده بسره القائم بوجوده. ما فيش شيء موجود بنفسه، الله كل الله. الوجود له مستمد من مين؟ بغيره، من الله تعالى. يعني ما فيش حد له وجود من ذاته إلا الله تعالى. من لا وجود له من ذاته فوجوده لولاه إيه عين محال. ففي كل شيء من الأشياء زي ما قال الصديق رضي الله عنه: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله إيه معه، أو رأيت الله قبله، أو رأيت الله بعده. يعني وله سبحانه وتعالى في كل شيء علامة آية سر، وله في كل شيء آية تدل على أنه الإيه الواحد. إذن الأشياء دي إذا نظر إليها الإنسان بعين البصيرة لا تكون حجابا بينه وبين الخالق سبحانه وتعالى. هو ينظر الأشياء وينسى السر القائم فيها اللي هو به وجودها وبه قيامها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إيه معنى القيوم؟ القائم بنفسه والمقيم لغيره. القيام، قيام وقيوم كلها ده صيغ في حق الله سبحانه وتعالى، يعني قائم بنفسه ومقيم لغيره. فإذا نظر الإنسان إلى أي شيء بهذه العين يرى إيه الحق سبحانه وتعالى في هذا الشيء. الله، لأن الله. سر قيامه أو سر وجوده ليس إيه ليس من ذاته. ولذلك قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه: كيف تتصور أن يحجبه شيء؟ الحق سبحانه وتعالى نحن الحجاب، وهو الذي ظهر بكل شيء. ثم قال: كيف تتصور أن يحجبه شيء وهو قد ظهر في كل شيء؟ كيف تتصور أن يحجبه شيء وهو قد ظهر لكل شيء، وهو الظاهر قبل وجود كل شيء، وهو أظهر من وجود كل شيء، وهو الواحد الذي ليس معه شيء، وهو أقرب إليك من كل شيء، ولولاه ما وجد شيء. يبقى إذن إذا رأى هذه الأشياء يعلم إيه أن الحق سبحانه وتعالى له سر هياكل، مش كده؟ مش دي أفعال الله سبحانه وتعالى؟ ولو أنت تأملت في الإنسان، مش ده خلق الله؟ من اللي شق سمعه وشق بصره؟ ومين أجرى الدم في عروقي ومين حرك؟ ومين اللي اداله العقل والموت؟ مش هو الحق سبحانه وتعالى؟ فإذا نظر إليه من هذه الناحية رأى مين؟ لا يرى الهيكل الإنساني، وإنما يرى الحق سبحانه وتعالى فيه. وذلك نقل عن سيدنا سهل بن عبد الله التستري بيقول إيه: منذ 30 سنة وأنا أكلم الله والناس يظنون أني أكلمهم. قال 30 سنة وأنا بأتكلم مع الحق سبحانه وتعالى، وهم فاكرين أنا بكلمهم إيه؟ بكلمهم هم. من 30 سنة. طبعا أنت الإنسان اللي هو ما يتذوقش هذا الكلام وما يستطيعش هيفهم زي نفسه. يبقى من أجل علوم المعرفة المعرفة بالله تعالى. ممكن يعرف الإنسان في طريق ثاني، أو شفنا قلنا أنه ممكن ينظر إلى إيه؟ سر الحق سبحانه وتعالى القائم في الأشياء. وممكن واحد ينظر إلى الكمالات، وممكن واحد ينظر إلى الأمور الشاذة اللي هي فيها نقص أو فيها خلل أو فيها عيب. فيجد أنه كل اسم من أسماء الله تعالى له تعلقات، تمام كده؟ فمثلا لولا المعاصي والذنوب ما ظهر إيه فضل الحق على عباده في صفة الحلم أو في اسمه الحليم أو العفو أو الغفار، تمام؟ فالأسماء دي لها تعلقات. إيه اللي بيظهرها؟ الأفعال بتاعة العباد، أنت أيوة. تمام كده؟ فإذا يستدل الإنسان أو يهتدي إلى المعرفة من هذا الطريق.
وقالوا ايضا من كمال الوجود الالهي وجود المخلوقات اللي اوجدها انه امرنا بالنظر والتأمل فيها وان نرى هل فيها يعني شيء من النقص، هل فيها شيء من الخلل، هل في شيء من العيب. الذي خلق سبع سماوات طباقا الرحمن من تفوت، هل ترى في خلق الرحمن من تفوت، فانظر فارجع البصر هل ترى من فضول عن شقوق، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو واحد. بعض الناس يحتار في تفسير الاشياء اللي فيها خلل او فيها نقص. بعض ممكن واحد مولود يولد مثلا بدون، يقول لك ايه اللي حصل معي، ايش معنى ده مثلا، هل القدره اللي هي هنا عجزت، هل نسي، هل في غفله، ليه ده نازل مشوه، او ليه التوأم ده نازل في بعض وعاوزين عمليه يفصلهم مع بعض. لما هو اللي خلق ده خلق ده ليه، هنا جاء التركيب جاء سمين والطفل طالع والثاني جاء ايه فيه نقص او في عيب اي شيء. فكأن الله تعالى يقول لك هنا الكمال ده والنقص ده امور نسبية. فهو تعالى الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا، فيريد ان يقول لك كل ما تريد ان تراه من مظاهر القدرة موجود في ملكي. عارف النقص ده موجود برضه، لانه لو مش موجود النقص حيبقى في حاجه ناقصه، ايه هي النقص، فيبقى الكمال المطلق هنا. طبعا النقص يعني يبقى معناه ده الكمال المطلق. عاوز اقول لك الحاجه النقص دي انا اوجدتها ليه، عشان اريد طلاقه القدره، ان انا اوجد لك الزائد واوجد لك الناقص، واوجد الشيء وضده، يخرج الحي ايه ويخرج الميت من الحي. يعني خلق الزوجين الذكره والانثى، خلق آدم من إيه؟ لا ذكر ولا أنثى، وحواء من إيه؟ لو وقفت عند كده تقول ده هو قدرته كده، يعني هو ما يخلق من إيه؟ من رجل وامرأة، يقول لك لا، أخلق من امرأة فقط من غير رجل، وأخلق من رجل من غير امرأة، ولا رجل ولا امرأة، يعني اللي أنت عاوزه إيه؟ عاوز ترى نقائص ومعايب وأمور شاذة أوريها لك، لأن لو مش موجودة الحاجات دي حاجة في حاجة ناقصة، إيه إيه اللي هي النقائص؟ فورت لك انه ما في شيء ايه، يبقى ده يدل على ايه، وجود الامور الشاذه دي على انها مش ماكينه ولا امر بالطبع او بالعله، ده في فاعل مختار انا هنزل ده كده، عشان ما تنساش انه انا اللي بعمل كده، مش انه حاجه بتتعمل من نفسها زي اله. فكل شيء ايه موجود، حتى الامور الشاذه والامور المعيبه، عشان تذكرنا به بعظمه الخالق سبحانه وتعالى. الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني وافاه إياه، ثم هدى، يعني بيّن لنا الأمور اللي خرجت عن الكمال ده إلى نقص نسبي لحكمة يعلمها الحق سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء هذا بيّن الطريق قدير، بيّن لنا الطريق يعني. خلاص فهمنا كده، دي أكثر من طريق يوصل إلى المعرفة. وقلنا كل إنسان مهما كان عنده نصيب منها، لكن غاية ما يدرك الإنسان وما يصل إليه بقدر إيه، لأنه المعرفة دي مش من ضمن التكاليف، ها، بل هي أول التكاليف، شيء أول واجب، أو النظر إلى المعرفة أو القصد إلى النظر، طالما هي من جملة التكاليف اللي تدخل في إيه، في دائرة إيه، لا يكلف الله نفسا، يعني ربنا ما يكلفك بمعرفة حقيقة ذاتي، لأن هذا ليس في وسعك وليس في مقدورك، يبقى اللي كلفنا به اللي نستطيع ان نصل اليه. امال المعرفه الخاصه دي، قال لك لا انت مش مكلف بها، دي هبه، هي فضل، دي عطاء، يديها للمقربين ويديها للاولياء، ويتعرف عليهم كيف يشاء، ويظهر الكرامات على ايديهم، بدليل يعني ايه الشيخ الشعراني رضي الله عنه بيقول يعني ظهور الكرامات دي على ايدي العارفين ولم تظهر على يد سواهم الاولياء مهما بلغ في العلم، دليل على انهم دول ايه الذين اختارهم الله تعالى. الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يريد. اما المعرفه لمعرفه الذات او معرفه الحقيقه، هذه ليست معلومه لاحد ايه في الدنيا، في الدنيا السؤال ده كثير من المتكلمين قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بها. احنا قلنا التكليف ده بحسب ايه، ما تصل اليه عقولنا، لان الخلق مكلفون بايه، بالعلم، بوحدانية الله تعالى،
يعني بمعرفة أنه تعالى واحد أو بالعلم بأنه واحد، ولا نعلم أنه واحد إلا إذا عرفنا إيه حقيقته، لأنه كيف نقول واحد أو متعدد إلا إذا عرفنا الحقيقة. طبعا الذات ليس لها نوع ولا فصل ولا جنس، ده مخالفة لسائر الحقائق تماما. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى معنى كده كثير من العلماء قال إنه ده أمر محال في العقل أنك تصل إلى معرفة الذات، لأنه المراد بها التوقف على العلم به بوجه ليس من كل وجوه، وهو أنه تعالى يعلم بصفاته وليس يعلم بذاته. والدليل على هذا من كتاب الله تعالى، كما أجاب موسى فرعون، لأن فرعون جاهل أخطأ في السؤال، قال فرعون وما رب العالمين. فالحق تعالى لا يقع تحت مطلب ما، إنه الماهية يعني، وإنما يقع تحت مطلب هل، ما يسألش بيه بما، لأنه دي يسأل بها عن الإيه؟ عن الماهية وعن الحقيقة. ولما علم فرعون إيه جهله وأراد ألا ينكشف أمام الناس، إنه سيدنا موسى طبعا لما يكون السؤال خضع هو ليس ملزما بالإجابة، فعمل إيه؟ فأجاب عن السؤال اللي كان ينبغي أن يسأل، هو عن الصفات أو عن الآثار. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أراد أن يتهكم قال إيه؟ قال لمن حوله ألا تستمين؟ شوف تستمين بيقول إيه؟ أنا بسأل عن إيه، هو بيجيبني عن إيه، يعني عاوز يستخف يعني. شوف يعني موسى مش فاهم السؤال، لكن هو سؤال غلط، أنا ما جاوبش على الخطأ، أنا بتكلم عن شوف اللي بعدها. قال ربكم لا لو قال له شيخ ما بعرف رب العالمين، لكن قال له أنت تعبد من لا تعرف يعني أو شيء، لا ما أجاب. وأراد أن يلفته إلى الإجابة اللي هي ينبغي أن يسأل عنها. أيوه. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم، قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم رب آبائكم الأولين. بعدين أراد في الحالة دي أنه بدل ما ينكشف أمره ويفضح يثير شبهة ضد موسى، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما قال لهم أنه مجنون؟ هل الكلام ده كلام مجنون ده، ولا السؤال سؤال مجنون؟ شوف أراد يعمل إيه، يعني يغطي على الموقف ويشغل الحاضرين بقضية تتعلق بمين؟ بموسى عليه السلام. يبقى إذن الصحيح أنه السؤال الثاني اللي أنت سألته الآن، هل يمكن علمها في الآخرة؟ طب إذا كنا في الدنيا خلاص الباب زي ما عرفنا، الآخرة ممكن. بالنسبة للآخرة قال بعضهم نعم لحصول الرؤية فيها، الرؤية حنراها، حنرى الذات يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن الصحيح برضو أنه لا سبيل للعقول إلى إيه؟ إلى علمها، والرؤية عبارة عن تجلي في صورة من الصور، والحقيقة فوق ذلك. شو صورة بدليل التشكل يعني؟ أي صورة له الحق سبحانه وتعالى مطلق التقييد ومطلق في صورة النمل. كان صورة تشكل شاكل. ونودي أنظرك من في النار ومن حولها. بعدين المفسرين قالوا هنا يقصد من في النار، قال يقصد الحق سبحانه وتعالى ذاته، وحتى لا يتوهم ال انحصاره فيها او كذا، جات تنزيه في الحال، انظرك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. كيف الله يعني يقصد ذاته من في النار؟ هي الضمير هنا انظرك من في النار، قال من في النار ده يقصد مين به، ومن حولها قال يقصد اقرأ يعني الكلام. مش موسى؟ مش موسى من في النار؟ موسى في النار جوه النار، موسى حولها زي الذي باركنا حوله في آية ال. بالنسبة للآخرة برضو ما نقولش بكلام الايه المتكلمين، بس ايش في تشكل هيك سنة نخلص بس قال بعدين السؤال عشان ما نطلعش. وأما الصوفية فقالوا إن الخلق ما خبطوا خط عشواء في آيات الصفات وكثرة اختلافهم فيها إلا من ذهولهم حال الاختلاف عن شهودهم، يعني الناس ذهلوا وغفلوا عن مسألة أساسية مهمة جدا، هي أن حقيقته سبحانه وتعالى مخالفة لسائر الحقائق، فلو تفطنوا أو انتبهوا إلى ذلك لم يقعوا في شيء من آيات الصفات سواء كان في نفي أو إثبات، يعني يأخذوها كذا على إيه؟ على ما هو علمها عند الله سبحانه وتعالى، يعني لا يحتاجون لا حتى إلى تأويل ولا غيره،
لكن لما غفلوا وقاسوا الخالق على المخلوق وقاسوا الغائب على الشاهد هنا وقعوا في هذا الإشكال. فالسبيل إلى إيضاح ذلك أن تنظر إلى صفات الخلق كلها، انظر إلى جميع ما يمكن أن يتصف به المخلوق، وتنزه الحق سبحانه وتعالى من حيث الكيف. مثلا من شأن الخلق إيه؟ الجهل من ذواتهم. كده هل الإنسان بذاته عالم ولا العلم عنده صفة مكتسبة؟ طب هل هذا من شأن الحق؟ لا. إذا كان الجهل من شأن الخلق من ذواتهم فليس الحق كذلك، بل هو بكل شيء عليم. كذلك من شأن الخلق العجز، فهل هذا من شأن الخالق؟ لا. ليس من شأن الخالق سبحانه وتعالى العجز، بل هو إيه؟ على كل شيء قدير. ومن شأن الخلق الجهة والمكان والزمان، ومن شأن الخلق الجسمية مثلا والتركيب. كل ما هو من شأن الخلق يجب أن ننزه الحق سبحانه وتعالى عنه، فلا يصح في جانب الحق لحوق تشبيه بخلقه أبدا، لا في شخص ولا في نوع ولا في جنس. ولا يجوز لأحد أن يطلب معرفة ماهية الحق سبحانه وتعالى بلفظ ما، كما وقع من مين؟ من فرعون، وكما ذكرنا في الإجابة. ولما اقتضت مرتبة العلم بالله تعالى أنه ليس كمثله شيء ارتفعت الأمثال وارتفعت الأشكال، فلا كيف ولا أين ولا مثل ولا وضع ولا إضافة ولا عرض ولا جوهر ولا كم. فليس للفكر عن العقل حكم ولا مجال في ذات الله سبحانه وتعالى أصلا، فقد ورد الشرع بمنع ذلك. واضح؟ والله تعالى اعلم. بس كان على المغرب بعد خمس دقائق، ما سبع دقائق ممكن نكمل شوي ان شاء الله. اللهم نكمل شوي. طيب كمل بعد نكمل شوي بقيت الله. ما بعد المغرب بعد ما نصلي شغلت لك او تسال سؤالات انت ما اجبتني عليهم هنجاوبك بعد. نفتح لما نفتح بابك صلى على النبي الاول. صلى على حبيب الطبيب. خلي معك شوي خلي معك شوي هلا وصلنا إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى أن المراد طريق المعرفة هنا نتعرف عليه على الصفات أو على إيه آثار الصفات اللي هي الأفعال، إنما حقيقة الذات هذا غير مرادة، وفي العقل أحالها بعض الجعل من المستحيل ولم نكلف بها، وهي خارج ايه نطاق او حدود قدرتنا. ورد النهي عنها، تفكروا في ايه في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. لكن يعبر في تعبير جميل هنا اللي ورد عن سيدنا ابو بكر الصديق في شأن المعرفة، العجز عن الادراك ادراك، والبحث في ذات الله اشراك. فقد تكون المعرفة بشيء، برضو هذا من الأساليب المعروفة اللغوية أيضا المستعملة، قد يسمى العجز عن المعرفة معرفة، وهي أيضا زي معنى لغوي مراد مهم. قد تكون المعرفة بالشيء هي العجز عن المعرفة به. كيف ذلك؟ يعني يعرف العارف أن هذا المطلوب لا تمكن معرفته. كده عرفت، يعني وصلت للدرجة ان خلاص كده مع مواقف العقول دي. يعني المسألة السد ذر، اذا عرفت ولا ما عرفتش؟ عرفت انك عاجز عن المعرفة التي يعرفها الحق سبحانه وتعالى لذاته، فلم يعرف الله تعالى على الحقيقة الا الله. اذا العجز عن المعرفة به، ف
فيعرف العارف أن هذا المطلوب أو أن هذا الأمر لا يعرف، وطالما عرف أنه لا يعرف فقد إيه؟ فقد عرف. نعم. طب انت تتاخر ثم ثم تلومني على ما انا عاوز حدا يجيبني. توقف خلاص نرجع ثاني. مين انت؟ تيجي وحدك انت تجيب الام وراك. اجيب الام وراي. هات ميه. خلاص لا في ميه هنا. الان الان تكلم. طب نشرب بس. انت كويس رحمتي نجد هنا او هناك عند الحريق. شغلت المسجل؟ إذا نواصل ما كنا قد وقفنا عليه، وهو أنه قد ورد النهي في الشرع عن التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى. والحديث مشهور ومعروف، تفكروا في آلاء الله أو في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. وقد تكون المعرفة أيضا بالشيء هي العجز عن المعرفة به، فيعرف العارف أن هذا المطلوب لا يعرف أو لا يمكن أن يعرف. يعني إذن المعرفة بوجه من الوجوه، خلاص. وهو كما شرحنا وبينا أن المراد المعرفة عن التصديق بوجوده تعالى واتصافه بصفات الكمال وتنزهه سبحانه وتعالى عن صفات النقص. لا ده هذا حدود الطاقة. هذا حدود الطاقة. أنا عملت كل ما مشيت تكليف. أليست المعرفة تكليفا؟ لا. إذا كان التكليف دخلت في دائرة الوسع والطاقة ولا ما تدخلش؟ تدخل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هي تكليف، بل هي أول التكاليف أو هي أول الواجبات على الإيه؟ على المكلف، فتدخل في نطاق الوسع. وليس الغرض من المعرفة لشيء إلا أن يتميز عن غيره. إيه الغرض من المعرفة؟ هذا سؤال. طب عاوز تعرف ليه؟ عشان نعرف ده خالق ده مخلوق، ده قادر ده ايه عاجز، ده له صفات الكمال. ها يعني التمييز يعني. اذا يكفي الحد الادنى في معرفة شيء ان يتميز عن غيره. وتمييز اللي انت بتميز، تميز هذا عن هذا، تعرف هذا الشخص افريقي ده اسيا وده مصري ده هندي، ده تمييز. ممكن نميز الأجناس، ممكن يكون تمييز في الأنواع، في تمييز بالفصل، لكن ذات الله تعالى لا جنس لها، فلا يقع تمييزها لا بالجنس ولا بالنوع ولا بالفصل، لأنها حقيقة. لا جنس لها يماثلها، ولا هي نوع، ممكن أن نقول هي نوع أو شيء. لا لا، ما في جنس، والجنس تحت أنواع، ما تدخلش تحت الكليات الخمس، ولا تدخل نوع ولا فصل، ولا فصل ولا خاص ولا عرض عام. يبقى هنا احنا قلنا المعرفة عشان نميز الشيء عن غيره، مش كده؟ طيب كيف نميز من لا نستطيع ان نصل الى ايه؟ الى المعرفة الكاملة او المعرفة الحقيقية او المعرفة زي ما تسميها تسميها. قال شوف الاجابة، تمييز من لا يعرف بكونه لا يعرف. او ده تمييز ولا مش تمييز؟ يعني ايه معنى لا يعرف؟ مش من كل وجه. الوجود عرفناه، اتصافه بصفات الكمال عرفناها، تنزهه عن صفات يكفي ولا ما يكفيش؟ وبعد كده ايه؟ خليك متأله، يعني خليك في طريق الاقتراب والعبادة حتى يكشف ليك شيء زائد. وهكذا ترقى الناس في المعرفة. فقلنا معرفة انسان بالنسبة لمن هو اعلى منه يعتبر جهل، وهكذا حتى نصل الى العارف الكامل صلى الله عليه وسلم. ما حد فوقه في ايه؟ في المعرفة. لان الله تعالى اذا خصه بوصف العبودية في كتابه واطلق فلا يشمل اللفظ غيره. يعني كده ايات القرآن الكريم، تبارك الذي نزل الفرقان على
نزل على عبده. هل قال هل سماه؟ لا. هل قال من هو عبده؟ لا. سبحان الذي أسرى بعبده. هل ذكر اسمه؟ وأنه لما قام عبد الله. طب لماذا؟ قال لأنه في مقام العبودية منفرد، ما فيش غيره، يعني وصل إلى المعرفة أو العبودية الكاملة التي لم يصل إليها غيره. فإذا أطلقت كلمة العبد لا تنصرف إلا إليه، لأنه ما في واحد شارك في هذه المنزل أبدا. في حديثه سأسأل الله لي الوسيلة فإنها لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله واحد، وأرجو أن أكون أنا هو، يا محدش يشارك في المقام في الدرجة التي وصل إليها. نعم نعم. لا ما في ضمير هنا، الضمير هنا بيعرف، ما أعرف إذا مش إن هو الدرجة. الكلام على مين؟ على المسيح عيسى عليه السلام، لأنه الآية إيه؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا إن هو يعني المسيح هنا. نقولنا إذا أطلق يبقى ينصرف على مين؟ فإذا أراد الله تعالى عبدا غيره سماه. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هيجي باسم الله. لو قال عبده خلاص يبقى مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أراد واحد تاني يسميه، واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. عبدنا نعم، ما احنا قلنا عبدنا عشان تسكت وما سكتش برضه. ينسى يعني شيخ. نعم. يبقى إذن الغرض من المعرفة إيه؟ تمييز الشيء عن إيه؟ عن غيره. طيب، وتمييز من لا يعرف بكونه لا يعرف، فحصل المقصود. والعبد عاجز عن معرفة كنه نفسه، فعن كنهه تعالى من باب أولى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك سيدنا الشيخ الشعراني بيقول سمعت سيدي علي الخواص يقول إياك أن تؤول في أخبار الصفات، يعني طبعا عندك إيه وكل نص أوهم التشبيه أوله، يعني كلا القولين لا تخرج عن إيه؟ عن أهل السنة والجماعة، التأويل أو إيه؟ إذا كان له محمل قوي، لكن المذهب السلف أو التقييد من إيه؟ أسلم، وهذا هو اللي عليه السادة الأكابر هم الأولياء الصالحين. قالوا ليه؟ فإن في ذلك دسيسة من الشيطان ليفوت على المؤمن الإيمان بعين ما أنذر، ده معرفة زيادة ما أنكر التعريف. فعاوز يقول لك إنه الشيطان عاوز يفوت عليك فضل أكبر، أن يفوت عليك الإيمان بعين ما أنزل الله. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. في مثل هذه الآيات أكمل الناس معرفة وأكملهم رسوخا، والراسخون في العلم يقولون آمنا، يعني إيماننا، ولم يقولوا عرفنا ولا قالوا إيه علمنا، ولكن قالوا إيه آمنا، مع أن غيرهم من سائر أو من أحد الناس إيه مؤمنين أيضا، ولكن ده رسوخهم يدل على أن معرفتهم أشد وإيمانهم إيه أقوى. ولذلك المؤول آمن بإيه؟ المفوض آمن بمراد الله على ما هو عند الله، ده آمن، ده أكمل. أما المؤول ما آمن حقيقة إلا بما أوله بعقله، ففاته الإيمان بعين ما أنزل الله. يبقى المفوض عمليه آمن بحقيقة ما لأنه آمن به على مراد الله. أما الثاني على ما إيه ما وصل أو ما قطع به إيه عقله. يبقى مين الأكمل؟ يبقى لأن من الذي يعرف حقيقة هذه الصفات؟ الذي أنزلها أو الذي تكلم بها. أما عقلك قد يتعرض للإيه للخطأ، فعشان كده التفريض قالوا إيه قالوا أسلم، يعني فيه سلامة. الثاني يعني كأنه الشيطان يدخل فيه،
يقول لك لا ده ينفع ده ينفع مره ترجع فيها مرة، لكن ده خلاص عمرك ما هترجع فيها ابدا، لانك لا يمكن حتى تتصور انك تعرف ما قاله كما قاله، اذا تفوض علم ما قاله اليه سبحانه وتعالى. فمنهم من فهم قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فإما إيه؟ أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق، فما كان من شأن الخلق منعه في شأن الحق. ذكرنا الآن أن من شأن الخلق الجهل بذواتهم، يعني جاهل بذاته، ولكنه عالم بعلم إيه اكتسبه أو بتعليم، فهل هذا هو شأن الحق؟ لا، من شأن الخلق العجز من ذواته، وليس هذا من شأن الخالق. من شأن الخلق الجهة والجسمية والتركيب والأينية والكيف. إذن كل ما هو من شأن الخلق فليس من شأن الحق. لإيه؟ لنفي المثلية، أنه تعالى يقول ليس إيه كمثله شيء. فهذا اللي هو لم يفهم قول الله تعالى ليس كمثل شيء يقع في هذا التخبط. أما من فهم لم يفكر في مسألة أو في حقيقة الذات أبدا. ليه؟ لأنه يعتبر قطع عمره في التفكر فيما لا يصح اقتناصه أو فهمه بهذا الطريق، وشغل المحل يعني العقل يعني المحل ده الذهن بما نهاه الله عنه. والنهي جاء على لسان مين؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. وضحت ولا ما وضحتش؟ لا، نرجع نشوف الكلام بتاع مولانا عشان نخلص الايه. استنى بس لما نخلص عشان الكلام متضاد، قد يكون الاجابه بتاعتك في ايه في كلام الشيخ. مرينا عليه الشيخ ورد لا ما مرناش لسه. ولما فرغ من بيان اقسام الحكم العقلي ووجوب معرفه الله تعالى على كل مكلف، اخذ في بيان ايه الطريق الموصل الى معرفته تعالى، وهي حدوث العالم. من ذا الطريق ذي طريق شأنها شأن العقلاء اهل التدبر اهل الفهم، انما اهل الله دول طريقهم الكشف، دول يعني يعرفهم الله تعالى من غير الدلالة، يعني يتعرف عليهم بنفسه، يفيض عليهم من معرفته، يكشف لهم. ما تسألش عن كده، لانه ذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. يعني تجده انسانا يعني بعضهم يعني اتهم احد الاولياء بالجهل، قال له لا ما اتخذ الله من ولي جهل. لا يوجد الجهل في الاولياء. ليه؟ لان جانب الولاية معناه جانب تعرف من الحق سبحانه وتعالى اليه. اذا كان ده في شأن الاولياء، فكل ما زاد في الولاية وزاد في القرب وزاد في الدرجة تكون المعرفة هي أكمل، وهكذا. ومعرفة النبي أكمل من معرفة الولي، ومعرفة الرسول أكمل من معرفة ومعرفة أولي العزم، ومعرفة هكذا. أعلى الناس وأعظمهم معرفة بالله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ في بيان الطريق الموصل إلى معرفته تعالى، وهي حدوث العالم. ده للعام للكل لجميع الخلق. ثم قال بعد أن عرفت أنه يجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجب. يعني دي المعرفة، معرفة هذه الثلاثة، ما يجب وما يجوز وما يستحيل، هي العقل. ثم قال ثم اعلما بان هذا العالم اي ما سوى الله العلي العالم. العالم قلنا في الاصطلاح اللي احنا ذكرناه، ايه المراد بالعالم؟ ما سوى الله تعالى، يعني ما سوى العالم هو ايه؟ هو الله. ما سوى الله هو مين؟ هو العالم. هو علامة. يعني بعد ان عرفت ما هي سمي ليه سمي العالم؟ عالم. لا علامة على الترجيح، ما هو ممكن ترجيح مش على وجود الله، هو العالم مش علامة على وجوده، ده هو علامة على أن وجوده ممكن محتاج في وجوده إلى خالقه، هو علامة على الترجيح. علامة على الترجيح، علامة على الترجيح، على أنه هو في ذاته مستوي فيه الطرفين. ما
فوجود ذا علامة على أن له موجب. إنما كما تعرفون علامة على وجود لا معناه كأن ربنا مفتقر في أنه يظهر أو يعرف بهذا العالم. خلاص كده فانتبه إلى هذا. ثم علما العلم هنا حتتبع في مين؟ علماء الأمة سلفا وخلفا من أول مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه ثم التابعين. فهو إخبار على طبق ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المتواتر وحينئذ فيفيد العلم إيه؟ قطعا. فعلما ده فعل إيه؟ أمر. والنون دي نون التوكيد الإيه؟ الخفيفة. يعني اعلم بأن هذا العالم بجميع أجزائه سمي بذلك أنه علامة يعني دليل على ترجيح الأحد طرفين ممكن على أي وجود صانعه. وفي التعبير باسم الإشارة ثم علما بأن إيه؟ هذا العالم اسم الإشارة في التعبير بإشارة إلى أن حقائق الأشياء ثابتة وأن العلم بها متحقق. دي طبعا تمام كده سيبك من التفوص طائرين ده عشان ما استحناش باب. حقائق الأشياء الحقائق ده جمع إيه؟ حقيقة. في حاجة ما حقيقة في حاجة ما ماهية وفي حاجة ما إيه؟ هوية. كام كلمة دولة هوية هوية وفي اللي يقول هوية إنما هي هوية أصلية. حقائق الأشياء حقيقة وما هي وهوية. كام كلمة دولة قالوا دي ألفاظ مترادفة معناها واحد. حقيقة الشيء ماهية الشيء هوية الشيء إذا ثلاثة دولة معناهم إيه؟ واحد. فحقيقة الشيء ما به يكون الشيء هو هو يعني ما به يكون الشيء شيئا يعني يكون الشيء هو الشيء يعني. زي إيه؟ حقيقة الإنسان هي إيه؟ حيوان ناطق كده؟ حيوان ناطق. حقيقة الفرس حيوان صاهل كده؟ يبقى إذن الحقيقة والماهية والهوية ألفاظ مترادفة معناها واحد. فحقيقة الشيء ما به يكون الشيء هو هو كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان يعني بخلاف مثل الضاحك والكاتب. يعني إذا قلنا عن الإنسان حيوان ناطق إذا عرفناه بإيه؟ بالحد الثاني اللي هو ذكر الجنس والفصل القريبين. إنما عندما نقول ضاحك أو كاتب هل يمكن تصور الإنسان بدون تصور حقيقته لحيوان ناطق؟ إنما تصور الضاحك أو الكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه. يعني تصور الإنسان دون أن نتصور الضحك أو نتصور الكتابة لكن لا نتصوره دون أن نتصور الحقيقة اللي هي حيوان ناطق. عشان كده قالوا حقيقة الشيء ما به الشيء إيه؟ هو هو أو ما به الشيء يعرف. وقد يقال في إجابة برضو مهمة أن ما به الشيء شوف فيه اعتبارات. يعني اللي قالوا مترادف صحيح واللي قالوا في فرق بين الحقيقة وبين الماهية وبين الايه الهوية أو الهوية. ايه الفرق؟ قالوا ان ما به الشيء هو هو من حيث تحققه يقال له حقيقة. تمام كده عشان كده من حيث تحققه يعني ثبوته يقال ايه انه عندك حق وباطل وصدق وكذب. ايه اللي ضد الحق؟ ها الباطل. وايه اللي ضد الصدق؟ الحق. مش هو صدق؟ تمام كده يبقى كل حق صدق لكن مش كل صدق حق. شفت كده؟ ومش كل صدق حق لانه الكافر صادق في عبادته لكن باطل هو صادق. يبقى صدق هو صادق لكن هي باطل. يبقى معناها الحق شاع في ايه؟ في الاعتقادات. اما الصدق شاع في الاقوال. شفت كده؟ استعماله الحق في الاعتقادات. الحق في الاعتقادات يقول هذا حق وهذا باطل. اما الاقوال صدق وكذب. اهل الحق ايوه اهل الحق اهل الحق اهل الله. ولذلك الصدق ده في
اللغة العربية الكذب له ايه صورة واحدة بس، الكذب له صدق له صورة واحدة، والكذب له ثلاث صور. شوف كده، الصدق له عند العرب صورة واحدة، ان تصوغ الكلام على نحو يوافق ايه الواقع، يعني ما هو واقع في نفس الامر، ولا اعتقاد. ده هو ايه، هو الصدق. طب والكذب، ان يخالف واحدة من الاثنين صورتين اهو، او يخالف الاثنين مع بعض، دي الصورة الثالثة. الواقع وال يعني ان يخالف الواقع ده صورة، ان يخالف الاعتقاد دي صورة تانية، ان يخالفهما معا يبقى اذا الصدق لازم يوافق ليه الاثنين. وجبنا مثلا امثلة، قد يكون الكذب من جهة وليس من الجهتين، يعني قد يكون من جهة وليس من جهة اخرى، وقد يكون من الجهتين. فمثلا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك، والله يشهد ان المنافقون لكاذبون، مع ان المنافقين لكاذبون، رغم ان ما قالوه صدق وهو رسول الله وحق كده، يبقى معناها الكذب هنا منصب على جهة الاعتقاد مش على جهة الواقع. شو كده في جهتين اهو، يبقى سمي كذب لانه خالف اعتقادهم. ممكن نجيب العكس، يعني يوافق الاعتقاد لكنه يخالف الواقع، ده كذب برضه. هات كده صورة، مثلا واحد ايه معتقد انه، يعني ده ينافق انسان ومعتقد انه ايه ظالم، بيتملق فيصفه بانه اعدل العادلين واحسن، وهو والواقع كذب، لكنه ايه في الاعتقاد موافق. يجي بعد كده في صورة كذب الاثنين، طبعا يصف يعني واحد مثلا يحلف على شيء ويتعمد الكذب، يبقى الواقع مخالف للواقع ومخالف للاعتقاد. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى انه حاسبنا على ايه، مش على اللي خالف الواقع، حاسبنا على اللي خالف الاعتقاد حتى وان وافق الواقع. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا تعمد أخطأتم به خالف الواقع، لا الاعتقاد، لكن ما تعمدت، ما تعمدت قلوبكم، يعني اللي أخطأ فيه الإنسان دون أن يتعمد مش مؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو، فالخطأ ما هو كذب، لكن رغم ليه، لأنه ليس متعمدا برحمة من ربنا سبحانه وتعالى. وقد يحدث هذا على ألسنة الصالحين، إذا انتفى عنهم الصالحين إيه العمد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الصلاة وقال إيه سأله أقصرت الصلاة أم نسيت، قال كل ذلك، لو خدناها بالتحليل ده يبقى من ناحية الواقع ده كذب، لأنه بعض ذلك قد كان، إنما لأنه لم يتعمده النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن ذلك نسيانا فلا يعد كذبا. إذا الكذب من ناحية الاصطلاح أو من ناحية الشرعية غير من الناحية اللغوية، فمن ناحية اللغوية يدخل في الكذب زي حديث كذب إبراهيم في الصحيح، ده من ناحية اللغة، لكن من ناحية الشرع لا، صورة الايه الكذب، لكنه ليس كذبا، يعني بمعنى انه يأثم به، بدليل انه قالوا ما رأينا الكذب مثل ما رأيناه في الصالحين، بحسن نية اي حاجة يقول هالو روح احكيه. ما هو افترض فيك انك انت رجل صالح وانت رجل وثق فيك، فاخبر بكلامك على ما يوافق ايه اعتقاده، فلم يتعمد ايه الكذب في ذلك. يبقى اذا فهمنا كده مطمئن بالإيمان، يبقى من ناحية ما به الشيء من حيث تحققه يسمى إيه؟ حقيقة، ومن حيث تشخصه يقال إيه؟ هوية. يبقى من حيث ثبوته، ثبوته ده إيه؟ حقيقة، إنه حقائق الأشياء ثابتة. ومن حيث تشخصه يعني تميزه، يبقى هنا إيه؟ لا هوية، هنا مش كل واحد فينا هوية، ولا احنا كلنا هويتنا واحدة، كل واحد ليه هوية تميزه. من حيث انك ثابت يبقى انت حقيقة، من حيث انك مشخص يبقى انت لك ايه هوية. ومن حيث تحققه يسمى الشيء ايه
حقيقة، ومن حيث تشخصه اسمه ايه؟ وبقطع النظر عنهما يقال ما هي. إذا قطعت النظر عن ده وعن ده اسمه ايه؟ ما هي. والما هي من مجدل، لا ننظر الى انها ثابتة ولا ننظر الى انها مشخصة، اسم في الحالة دي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ما هي. هكذا قال السعد. السعد مين؟ السفتازاني. الشيخ بقطع النظر عن هما الماهية يعني بقطع النظر عن الثبوت وبقطع النظر عن التشخص، اه معنى بقطع النظر ايه عنهما. وضحت ولا مش وضحتش؟ يبقى حقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق، يعني ايه؟ ها يعني ثابت. وهو كذلك عند جميع الملل، المسلمين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، ما احد خالف في ذلك، لان حقائق الاشياء ثابته الا مين؟ السوفسطائيه. واستفسط بي قياس مركب من الوهميات، والغرض منه تغليط الخصم واسكاته، يعني استفسطك يغلطك في الحق وفي يعني على اي حال يخطئك. تمام كده؟ الشيء هو الموجود عند الأشاعرة، فإن الأمر باعتبار تحققه في نفسه يقال له شيء، وباعتبار تحققه في الخارج يقال له موجود، لأن الشيء عند الأشاعرة هو الموجود. لكن إيه معنى كلمة الشيء وإيه معنى كلمة موجود؟ الشيء باعتبار تحققه في نفسه اسمه إيه؟ شيء، وباعتبار وجوده في الخارج اسمه ايه؟ موجود. يبقى اذا عند جميع الملل الا مين؟ الجماعة اللي ذكرناهم دول، فقد خالفوا في ذلك. والصوف الصعيد ده مش مذهب واحد، ثلاث مذاهب او ثلاث فرق. فرقة اسمها العنادية، يعاند حتى نفسه، يقولون لا ثبوت لحقيقة، اشدهم دول قال عنهم دول، يقولون لا ثبوت لحقيقة من الحقائق، مفيش حاجة ثابتة أبدا. الجماعة كده ما دلت مفيش حقائق ثابتة، لا فينا جنة ولا نار ولا إله ولا إنس، إحنا خيال في خيال. ده حتى الرد عليهم نقول لهم تعالوا نزاعكم معنا بقى، وهجومكم علينا كده وتمسككم، ده موجود ولا مش موجود؟ النزاع ده اللي انتوا بتنازعوا بيه ده، ان قالوا موجود يقصفون الكعب، وان قالوا غير موجود حكموا على انفسهم بالجنون، خرجوا عن اطار الايه العقلاء. يبقى قالوا لا ثبوت لحقيقة من الحقائق، وانما هي اوهام وخيالات كالذي يرى في المنام. دول اسمهم مين دول؟ عنادية. في فرقة ثانية اسمهمش عنادية، اسمهم عندية، شيل الف بس عندية. قالوا هو ما فيش حقيقة ثابتة، إنما هي اعتقادات. فالشخص عند اعتقاده حتى لو اعتقد أن النار جنة أو الجنة نار، فهو عند اعتقاده. إذا اعتقد أن الحجر ذهب يبقى ذهب، ونعتقد أن الذهب حجر يبقى حجر. يعني كل شخص عنده إيه؟ يبقى العنادية يعني نسبة إلى الإيه؟ المكابرة، العناد. والعندية نسبة للعند اللي هو الاعتقاد. يبقى العندية نسبة للعناد اللي هو المكابرة، والعندية نسبة للعند يعني اللي هو الايه؟ الاعتقاد. يعني كل شخص عند اعتقاده. وفي الفرقة الثالثة اللي هم اللا أدرية. اللا أدرية من كلمة لا أدري. ايه معنى لا ادري؟ يعني يقول لك الحقائق لا نعرف ثابتة ولا نعرف انها غير ثابتة، احنا ما نعرف حاجة. لا ندري اشر اريد بمن في الارض. اللا ادري يقولون في كل شيء لا ادري، حتى انه يشك في وجود نفسه بل وفي شكه. شوف وصلت ليه؟ ان هو يعني حتى في شكه شاكك ان هو شاك. يبقى لا ادري نسبة الى لا ايه؟
يقولون في كل شيء لا أدري، حتى إنه لو سئل أحدهم عن السماء أو الأرض أو الماء أو الأكل أو عن نفسه أو عن أي شيء يقول لك لا أدري. ومن قال لا أدري فقد أفتى. هم أفتوا على أنفسهم. ماذا في الشك؟ ما سبحان الله، من ركب العقول يعني وزع يعني المواهب. هذا من ضمن ال. ممكن دكتور كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. دكتور من عطاء ربي. ممكن ترد علي تقوية بالنار فإن سألك عن ذلك كله لا أدري. ما انت كده قلت له كده هتضم تابعه. كله قال لا ده انا كده هدخل معاه في المله بتاعتك. احنا عايزينك ترد عليه تايمس ده هيفرح بيه بتاعتك. بس اسمك عندنا سجل ودي وبعت لك راتب على طول لما تقول له كده. هو عاوز تقول له كده ده انت كده عملت حل المشكله. يبقى فهمنا الان مذهب اهل السنه ومذهب الحق بكل عموم، مش اهل السنه ده، مذهب الملل كلها حتى المجوس، أن حقائق الأشياء يعني الحق حق، الواجب واجب، المستحيل مستحيل، الجائز جائز، إله إله، الخلق خلق. ما خالف، ما نقول أهل السنة ولا معتزلة هنا ولا جن، كله إلا الجماعة الإيه السفسطائية اللي هم قالوا بإيه بذلك. ثم قال الشيخ وتوضيح الرد عليهم مذكور في الإيه في المطولات، ثم فسره بقوله أي ما، أي الشيء الذي هو حقيقة الشيء، ما به الشيء هو سوى الله العلي العالم. ثم أعلم بأن هذا العالم، يعني كلمة العالم تطلق في القرآن لها استعمالات، يعني مثلا ممكن يكون المراد بالعالم البشر كده، مش كده؟ قال تعالى أتأتون الذكران من العالمين، وإن الله اصطفاك واصطفاك على نساء العالمين، فالعالمين هم إيه؟ البشر أهل ذلك. ويمكن تطلق العالمين ويراد بها المخلوقات كلها. الحمد لله رب في أول سورة في فاتحة الكتاب، يبقى الإطلاق الكلمة ودي من إيه العالمين دي والعالمون، إعراب جمع المذكر السالم من الملحقات، أهلون وعلمون وسنون وعشون، الباب ده كله إيه من ملحقات جمع نعرب إعراب. يبقى إذا سمعت كلمة العالم هنا مش جن ولا إنس ولا عالم، العالم يعني ما سوى الله تعالى، فراغ خلاء ملاء أرض سماء جن إنس صحراء جنة نار آخرة دنيا كله إيه كل ما سوى الله تعالى. فهذا نعت اللي هو أي ما سوى الله العلي العالم. كيف دي تجد العلي العالم؟ قال لك هذا نعت على القطع. طب منصوب ليه؟ منصوب على المسح. وفي القرآن هات الآية كده لكن الراسخون في العلم منهم والمقيمين الصلاة يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل والمقيمين. لا المقيمين مش والمقيمون، قال الراسخون، من قال والمؤتون، هنا قال إيه والمقيمين، يعني بهذا على الاختصاص اللي هو من أجل إيه المدح. عندك الآية الثانية والموفون كله برف، ها والصابرين ولم يقل إيه والصابرون، برضو على الإيه على الاختصاص والمدح. أي ما سوى الله، اعلم أنهم اصطلحوا على وضع العالم بفتح اللام مش العالم نعتب القطع، فتح اللام لما سوى الله تعالى. فلما سوى الله تعالى يجي واحد يقول أبو يعني لما سوى الله، يعني يقصد الذات والصفات ولا لما سوى الله يعني الذات؟ قالت لا حاجة أن يزاد وسوى صفاته. ليه؟ لأنه عندما قال ما سوى الله اسم الجلالة جامع للذات والصفات، فما فيش داعي أنك تقول ما سوى الله تعالى، لا، لأنه اسم الجلالة ده جامع ليه للأسماء والصفات. وهذا نعت اللي هو العالمة لله سبحانه وتعالى على المدح. وما سوى الله تعالى اللي هو العالم يطلق على إيه؟ على الجواهر والأعراض. والجوهر ما قام بنفسه واستغنى عن الايه عن المحل،
ده تعريف الجوهر. والعرض ما قام بغيره من الجواهر وافتقر الى الايه، زي ما احنا قلنا المره الماضيه فاكرين الاحاد ايه اربعه، ها فاكر ولا نسيت؟ عاوز اتذكره فقط. واحد مستغني، احد لا يقبل القسمه ولا يفتقر الى محل ايه ثاني، والله عز وجل في وقت واحد لا يتحيل ولا ينقسم ولا يفتقر الى محل، والله عز وجل. فهذا الثاني عكسه، يتحيز وينقسم ويفتقر الى محل، ده الايه الجسم. الثالث يتحيز ولا ينقسم ويفتقر الى محل، الجوهر. يتحيز ولا ينقسم ويفتقر، بعد كده لا يتحيز ولا ينقسم ويفتقر، كم دولة؟ اربع. قولهم تاني. واحد لا يتحيز ولا ينقسم ولا يفتقر الى محل، ده ايه؟ الله. بعدين يتحيز وينقسم ويفتقر، ده الجسم. بعد كده يتحيز ولا ينقسم ويفتقر الى محل، ده الجوهر. لا يتحيز ولا ينقسم ويفتقر، ده الايه؟ العرض. يبقى احفظهم كده، ده ايه الاقسام الايه الاربع. الاعراض زي ايه؟ زي الالوان، البياض، السواد. والاعراض بعضها يدرك بحاسة البصر، زي ايه؟ البياض والسواد. خد بالك كلمة اعراض دي، هنتكلم على الاعراض طبعا في المقولات العشر، هنشرحهم ايه مرة ثانية شرح يعني زايد واوضح شوي. الاعراض دي مش معناها فقط تدرك بالمشاهدة زي الحركة والسكون والسواد والبياض، بعضها يدرك بالعقل زي القدرة في العبد، وبعضها بالايه بالمس زي الايه شيء يعني البرودة والسخونة، او مثلا النعومة والخشونة، دي ما تشوفهاش بالايه باللمس، وبعضها بالسمع زي الاصوات، مش الصوت ده عرب، وبعضها بالشم زي الايه زي الروائح، وبعضها بالذوق. يبقى اذا كلمة عرب مش معناها فقط لما يدرك بالبصر فقط، ولكنه لما يدرك بجميع الايه الحواس او بايه او بالعقل. فعلم من هذا ان الاعراض ليست خاصة بالمشاهدة، وما لم يشاهد الآن كقدرتنا لوجود مانع، والله تعالى قادر على إزالته، فإذا أزاله رأينا ما كنا ممنوعين منه. يبقى إذن ده إيه الأعراض. من غير شك ثم أعلم بأن هذا العالم عالم من غير شك، تمام كده، من غير شك يعني دون أدنى يعني على الجزم على القط دون شك. كلمة من غير شك متعلقة بإيه؟ بحادث. أي موجود بعد عدم بدون شك. إيه معنى موجود بعد عدم؟ يعني له إيه؟ له أولية. الوجود بعد العدم يعني الوجود الإيه؟ المفتتح، الوجود المبتدأ. وهو خبر أن، أي أن حدوثه غير مشكوك فيه لمن تأمل، أو أن المراد أنه يجب له الحدوث كما يجب لمحدثه القدم، فلا يرد أن حدوثه لا يقول به الفلسفي. هندخل في إيه؟ في أن الفلاسفة لا يقولون بالحدوث، خد بالك. لكن وجدنا في بعض الكتب وبعض الناس فهمها خطأ، تصريح للفلاسفة بقولهم بحدوث العالم. الحدوث عندهم ليس معناه الوجود بعد عدم، ولكن معناه الاحتياج الى الواجب. حادث يعني مفتقر ومحتاج، اللي هو الممكن، مفتقر الى الواجب. اذا رأيت في كتبهم، لانهم طبعا مذهبهم القول بايه بقدم العالم، فاذا سمعت من الفلاسفة من يقول او يصرح بكلمة الحدوث فيعني بها ايه افتقاره او ايه العلة والمعلول، لا يرد بها الوجود بعد عدم كما هو مذهب مين
المتكلمين من أهل السنة، إنما يريد بكلمة حادث يعني مفتقر إلى موجد، إلى من أحدثه، وإحداثه يعني هو بيقوله محدث بمعنى أن له موجد، يعني لم يوجد من نفسه، ولكن في تلازم بين الموجد وبين الموجد، كما بين العلة والمعلول، فهم ينفون عن الله تعالى أو عن الصانع، ينفون الاختيار، فيجعلون في ارتباط، يعني في تلازم بين خالق ومخلوق، كما بين علة ومعلول، بين رب ومربوب، صانع ومصنوع. فإذا سمعت كلمة الحدوث يبقى معناها الافتقار، خلاص كده، أو الاحتياج من غير شك، يعني لا تشك في ذلك، لأن حقيقة الشك معناها التردد بين طرفين على السواء. طيب إذا رجحنا يسمى ظن. في عندك طيب إذا كان أقل من التساوي اسمه وهم. في عندك وهم اللي هو إدراك الطرف المرجوح، طيب، وشك التساوي، وعندك ظن اللي هو إدراك الطرف الراجح. ومراده به مطلق التردد الشامل للظن والوهم هو الطرف الراجح والوهم، وهو المرجوح، مفتقر إلى موجد يوجده من العدم، وهو خبر ثان لازم للأول، إذ الحادث لا يكون إلا مفتقرا ابتداء ودواما. وفي الحقيقة هو يشير إلى نتيجة القياس الذي صرح بصغراه وطوى كبراه ونظمه هكذا، أو نظمه هكذا، العالم حادث، ده فن الصغرى، العالم حادث، فن الكبرى، كل حادث مفتقر إلى محدث، فن النتيجة العالم مفتقر إلى محدث. حنتكلم في بعد ذلك في أدلة أو في دليل الحدوث، والمتكلمون خد بالك استعملوا كلمة الحدوث، والفلاسفة استعملوا كلمة الإمكان، ولهم شبهات. الكلمة الإمكان يعني يقولوا ممكن، وفي بعض الكتب يقولون حادث، وعرفنا عشان ما نخدعش بالكلام، يريدون بها الاحتياج، يعني ليس له وجود من ذات، يعني وجوده بغيره، لكنه في مرتبة واحدة، ما فيش اختيار، ما فيش يعني سبق بعدم، وطالما نفي السبق بالعدم لازم ينفى الاختيار. هي معنى الاختيار وما في السبق بالعدم، خلاص كده. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن إذا كان في أسئلة بس فيما قلنا أو فيما ذكرنا، لازم أنت اللي حتبدأ بسؤال، طبعا ده وكان حتما كان على ربك حتما مقضي. قول عزيز الشيء عم تقول، لو كان السبق بالعدم لكان ما في اختيار. هي معنى الاختيار يعني لم يكن موجود فأراد الله أن يوجده، كده جمعنا سبق بعدم. لو كان في قدم ما كان في الجماعة تمام كده. أنت فاهم أفهم يعني. أفهم أنا أنت عم تقول من رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وعم تقول إنه لا يمكن إدراك حق الذات عند بعضهم، فممكن يعني ممكن نراه بصورة أخرى. ما هي وكل ما ورد في الأحاديث مظاهر تجليات، ممكن تشكل ربكم في كذا، رأيت ربي في صورة كذا، كل في السنة كذا، لكن هل الرؤية تتعلق بالذات من حيث هي؟ لا الشيخ، ولكن لا نستطيع القول بهذا، ولم يصرح به لا شرع ولم يدل على، بل منهم من قال باستحالة. ممكن شيخ مش ما فيش تحيل، ما ننكر الرؤية، ما بتصير في عم تقول مظاهر تجلي، ممكن باب يكون في تشكل. انت عارف بعض الناس لما فسر هو معكم اينما كنتم، قال ما هنا انتوا تقولوا اينما، يسأل فيها ما في الايه هو معكم اينما كنتم، فالاين هنا راجع الى الخلق لا اليه، هو معهم في الاين الذي هو لازم لهم لا له. شو كده؟ الاين الذي هو الاين الذي هو لازم لهم، انه لابد يقول لك انت اين، لانك مخلوق، وهو معكم اينما كنتم. ابقى اينما ذي الاين ده لازم لمين؟ للخلق. هو معهم في الاين الذي هو لازم لهم لا له. واضح ازاي؟ بعلم. خلاص، حد عنده شيء ثاني؟ يلا امركم بالصلاه على النبي. Wow.
الله في الشريف يا مولانا. مولانا سيدنا زمان إذا قلت في فتاة في موصف تفاني توفى المدة الكاملة. توفى المدة الكاملة. توفى المدة الكاملة.